هذه الصورة للطيارين المروحية التي سقطت في جنوب كربلاء على مسافة 80 كيلومترا إلى الجنوب من بغداد. هذا أحد الطيارين البريطانيين يحمل بزة الطيارة، يبدو في صحة جيدة، يشرب الماء، يبدو معاملة جيدة، لا تبدو عليه أي آثار جروح، بمعنى ربما الطائرة هبطت بسلام وليست عملية سقوط مفاجئ كما قال العميد الركن صفوت زياد. من خلال ما شاهدنا ليس عليها أي دمار. الصاروخ التكتيكي اللي موجود عليه كان في مكانه، كان في الجيب الخاص به. شاب يبدو في نهاية العشرينات، لا نسمع أي. في المرة الماضية لما كان هناك جنود الأمريكان الأسرى تم استجوابهم من قبل أفراد في السلطات العراقية، ولكن هذه المرة هذه المقتنيات الشخصية، بطاقة، رقم الفيزا على الأقل.